بطولة مع نيوزيلندا يوم 22 مارس، بينما يلتقي منتخب تونس مع كرواتيا في نفس اليوم على أن يلعب الكسبان يوم 26 من الفرقتين، والخسران هيلعب على المركز الثالث والرابع يوم 25 إن شاء الله على لقب هذه البطولة بنكهة مصرية جديدة. من الجوانب التنظيمية نروح للجوانب الفنية، ومنتخبنا بيواصل تدريبات اليوم الثاني على التوالي تحت قيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا. خاض منتخبنا المران الأول بالأمس تحت قيادة العميد على استاد القاهرة الدولي. بدأ المران طبعا بفترة بسيطة من الإحماء، ثم بعد ذلك جمل فنية وتكتيكية. كابتن حسام حرص على هو وكابتن إبراهيم المدير المنتخب المصري على الاجتماع مع اللعيبة في أول أيام المعسكر، وطبعا كان حاضر الكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. كلهم رحبوا باللعيبة وشددوا على أن منتخب مصر يستحق الكثير والكثير. لازم نشتغل على أننا نرفع اسم مصر في المحافل الدولية، ده مش هيجي صدفة، هيجي طبعا بالمجهود والعرق داخل الملعب. والكابتن حسام اتكلم وقال يعني باب منتخبنا الوطني مفتوح لأي حد في أي وقت، لكن الهدف أنه هو يبذل قصارى جهده، وطلب من الجميع أن هم ياخدوا بالهم من ضرورة إسعاد الشعب المصري المتعطش لتحقيق ألقاب جديدة لمنتخبنا الوطني في الفترة المقبلة.